صباح الخير من جديد، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا ولا فقرتنا الحوارية الثالثة يلي بدي أحكي فيها اليوم عن طريقة تأثر الناس بالظروف يلي بتتفاوت من شخص لآخر، ولكن يلي بيقدر يحافظ على ضحكته الحلوة وحضوره المميز بيكون حدا قادر دائما أنه يمنح المحبة للجميع. ضيفتنا اليوم تنقلت بين عدة مدن بس ما ضيعت بيتها المكون من 4 أشخاص سندوا بعض، وكانت أم لكتير من الصبايا بكورال مار فرام للسريان الأرثوذكس. أهلا وسهلا فيكي، بدي أقول هلا خليل، يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. وأنتوا بخير ويسعد صباحكم، وصباح صباح مليء بنهار حلو. اليوم عيد الأم، إن شاء الله عبيك كل سنة للجميع يا رب. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا رب. قلبي وأنت بخير يا رب، ودائما هيدي الضحكة الحلوة على وشك الحلو، وتكوني يعني هي المنارة لكثير من السيدات. أكيد كنتي بوصلة، كنتي أم، خبرينا عن دورك الاجتماعي بشكل عام. هلا ولا الصراحة بدنا نحكي باللادية ولا قبل من حلب؟ نحن وين ما انتقلنا من حلب للادية بسبب ظروف الحرب، بس كنا بغير نشاطات وجينا لهون كملنا نشاطاتنا. انا بقول دائما الانسان ما بيوقف عند محل معين، دائما لازم يستمر ويطور حاله. فوين بتكون ظروفك سامحت لك فيكي تعملي شيء؟ نحكي بنشاطات اللادية اولا. جينا على اللادية، عملنا كورال اسمه كورال مار افرام السريان، يعني هو تابع لطائفة السريان الأرثوذكس. تكون هالكورال هيك بشكل عفوي، لقينا أنه نحن بدنا ناس ترتل معنا، بدنا ناس تكون موجودة بالكنيسة. فهيك ربنا رتب هالترتيبة، وعندي صبايا من الجامعيين وعندي سيدات، عندنا جيل كبير جيل صغير. حلو. تعاملك هلا اليوم مع شرائح مختلفة كمان فئات عمرية مختلفة، قديش هذا الشيء بيحملك يمكن عبء زيادة، مسؤولية أكبر؟ يعني اليوم عم تتعاملي مع صبايا وأيضا مع سيدات مجتمع كبار بالسن، حتى تنقلك من مدينة لأخرى، يعني حلب مع حبنا الكبير طبعا لمدينة حلب، وأيضا سيدات الموجودين بمحافظة اللاذقية، لقيتي في اختلاف بالتعامل مع السيدات؟ هلأ بالبداية كانت النقلة مانا سهلة، يعني طبعا اليوم ده تنتقلي من محافظة لمحافظة، بدك تنقلي كل شيء معك. صح. كبداية نقلت كل شيء بخص مدينة حلب. اليوم أنا اليوم بنت مدينة حلب، رح أجيب كل شيء، تقاليد، تراث، عاداتنا، طبيعة حياتنا. فجينا لهون كمان شفنا العالم جايين من غير محافظات. صح. اليوم أنت عم تتعاملي مع شريحة صارت من كل سوريا، من كل أطياف سوريا. صح. فاليوم بدك تشوفي اللي جاي من الجزيرة، أكتر شيء نحن عنا نسبة الجزيرة أكتر شيء بالطائفة، فرح تشوفي الجزراوية شيء، بدك تشوفي الحلبية شيء، جاي من حمص، جاي من رقة، من دير زور، صرنا خليط، صرنا نكون أنه كل وحدة عندها تقاليد جمعناهم مع بعض. أنا برأيي هاي هي سوريا، هاي هي اللحمة، مثل ما بيقولوا اللحمة السورية، أنه اجتمعوا سيدات السوريين بكل تقاليدهم وعاداتهم، وكل واحدة جابت شيء من بيئتها، جابت شيء من محافظتها، هذا كان حلو. بالنسبة للأعمار طبعا أكيد اليوم صبايا غير الستات، بدك تكوني شوي معهم صبية، بدك تكوني شوي مع الستات، ستات يعني. بس الحلو انه الكل حابب هالشيء. اليوم بالمحبه فيكي تعملي كل شيء، كل شيء طبعا. بالمحبه والروح الحلوه. صحيح. فيكي ترتبي كل شيء، فالكل بيكون ايد واحده. هذا اللي انا مبسوطة فيه، وهيدا الشيء اللي أكيد عم تسعي له دائما ست هالة. يعني ذكرتي ببداية حديثك المكان أكيد ما بيوقفك عند حد، يعني دائما عطائك بالمحبة مستمر، وانتقالك من مكان إلى آخر أكيد كان يربطك في علاقة ربما قوية، ربما خلينا نقول حميمية بهيدا المكان. فشو كان ميزة كل مكان كنت تزوريه، أو ميزة كل محافظة؟ طبعا بغض النظر عن حلب يلي أنت منها وفيها، وأكيد عادات وتقاليدك بتختلف مع كتير ثقافات تانية بمحافظات تانية، فخبرينا عن الميزات اللي انت اكتسبتيها واللي قدمتيها لغيرك بكل مكان. هلأ بداية في شغلة أنا بحب أقولها دائما وأبدا، أي محافظة بسوريا هي كلياتنا سوريا. اليوم في اللغة، اليوم انت ما بتطلعي برات البلد، اليوم انت موجوده بالمحافظه، ونحن ككوننا حلبيه دائما متعودين نصيف بالساحل، فدائما متعودين على اجواء اللاذقيه. لما جينا ما حسينا كثير الاختلاف، في فرق. وكون انه صرتي تشوفي جايين معك ناس كثير، يعني صرتي تتفاجئي انت جاي من حلب، لا انت جاي من كذا، انه صرتي تشوفي انه لا فيكي تتاقلمي، فيكي. اليوم كمان اصرار الانسان، انا برايي انه انسان اذا هو حط شيء بباله راح يوصل، انه
انه انا خلاص بدي اتاقلم بالجو الموجود. شو اكثر شيء اخذتي من اللاذقيه؟ اخذت من اللاذقيه صديق كثير اشياء، انبسطنا في اللاذقيه بشغلات انه في عندهم هالروح البساطه. صح. هي اهم شغله بالساحل اكتشفتها. صحيح. وعندهم عفويين هيك بسيطين بتحبيه ومحبه راسا بيحبوكي. صحيح. واكتسبنا باللاذقيه انه تعرفنا اليوم على وجوه جديدة، ناس وجوه جديدة، مجتمع جديد، تقاليد جديدة ما بنعرفها نحن عن اللاذقية. حلو حلو، يعني أنا برأيي هذا اللازم يصير بكل إنسان. صح. مو بس أنا. صحيح. تماما. يعني هون منجسد دور الأم السورية سواء كانت بحلب أو بدمشق أو باللاذقية، وقت بتنتقل وبينتقل مع كل بيتها مع أطفالها مع زوجها، قديش هي حدا جبار عندها إرادة كتير قوية كتير. انه اي حدا اليوم، واكيد السيدات وقت بسمعوني، نقله المنزل هي شيء خربطت كيان مثل ما بيقولوا. يعني خصوصا اذا كان اجباري عنا مثلا بسبب ظروف السنوات الماضيه الصعبه. يعني للاسف، ان شاء الله يا رب كل حدا غادر بيته يرجع ان شاء الله اكيد بخير وسلامه. قديش اليوم الام عندها دور بتنظيم، بالترتيب، بتأقلم. يعني شغلة التأقلم هي شغلة ما سهلة أبدا. طبعاً. بصراحة هي تتأقلم لحتى يكون البيت فيه هدوء وسكينة. يعني موضوع كتير طويل، رح أختصره يعني شوي قدر الإمكان، لأنه هي عمدى سنين. صح. صح. فكل سنة بتشوفي في شيء جديد، في شيء شغلة جديدة بدك ترجعي تتعودي عليها. بنختصرها شوي هيك كمان نطول الوقت. اليوم كوني انا بحكي عن حالي نفسي، انا نفسيا يعني لما جيت لعلادية حسيت بوحده اول شيء. اليوم جاي بدك، في عندي اصدقاء باللادية اوكي، بس اليوم اهلك، قرايبينك، ناسك. هلا انا اولادي ما سافروا ما تغربوا، في كتير رفقاتي عندهم اولادهم صاروا برات البلد، سافروا. او اللي بسبب الحرب توفى، اللي توفى جوزها، او الابنه استشهد، او يعني أو زوجة بتطلعي شهيد. بتشوفي جوزها شهيد مظبوط. كتير صعب اليوم. اليوم العاتق الاكبر هو، انا بحس المسؤوليه الاكبر على الام. الام هي بتعرف. صح. كيف تدير البيت. بدك تكوني اول شيء صبر، دائما الابتسامه حتى تعطي تفاؤل لاولادك انه نحن بكره احلى، بكره في امل، بكره النصر، بكره كل يوم نعمل شيء جديد. تفاؤل. يلا هانت الجيش عم بيتقدم، جيشنا العربي السوري عم بيتقدم، هي فرحه كبيره لكلياتنا، لانه اي بقعه من سوريا تحررت هي تماما، هي لحالها فرحه انه الناس اللي طلعت وتهاجرت انه في امل، رح نرجع لبيوتنا، رح نرجع نفتح بيوتنا، رح نرجع نشوف جيراننا. اليوم شغله ما انا سهله. نفس الوقت اليوم الجيل لما عم يكبر، اليوم مدى سنين طويلة صار في جيل كان صغير كبير. صح. اليوم بدك تعرفي تتعاملي معه بطريقة انه تحسسي انه نحن هون، هذا وجودنا هون، هون. صحيح. بلدنا هون، بدنا نضل متفائلين، بدنا نضل انه لا ما في ظروف هلا، خصوصا الظروف الصعبه هلا عم نقطع فيها. تماما. كثير خصوصا صعبة. هذا جيل يعني اليوم هذا ما جيل شاف شي. صراحه وصعب يعني ما شاف شي. نحكي الصراحه يعني ما شاف شي. سنوات الازمه خلينا نقول قطع سنوات الحرب، وهو بيعش شبابه مثل ما بيقولوا. صح. فما شافوا شي، بس بدك تضلي انت تعطيهم او تستوعبيهم. تماما. انه ما تخليهم ينضغطوا كثير، تحاولي من هون من هون تظبطي الامور حتى هن يتاقلموا مع الحياه. لما بيشوفوا الام والاب ثابتين ما تغير عقلهم وعندهم تفاؤل انه بكره اكيد رح يكون احلى، رح ياخذوا هالقوه من الام والأم. تماما. يعني هون بقى صار دور الام مضاعف، يمكن صار اصعب اليوم بهالظروف الصعبه، الواقع صعب. يعني مثل ما ذكرتي كمان في سيدات خسروا كثير عزيزين على قلبهم، خسروا لذات اجبادهم، ازواجهم. يعني هون الام رح تكون مسؤوليتها كثير كبيره ومضاعفه بهالواقع الصعب اليوم، ممكن يضطروا لعمل، ممكن يضطروا انها تكون هي المسؤوله الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه لاولادها. برايك اليوم من خلال انت يعني تعاملك مع كثير من السيدات، من خلال تفاعلك معهم، حسيتي انه تغيرت اولويات الام اليوم؟ يعني عم تكون هي قادره على اداء مهامها على اكمل وجه؟ يعني اكيد في صعوبه، لكن من خلال انت تعاملك مع كثير من السيدات، كيف لقيتي اليوم الام ودورها خلينا نقول المضاعف والصعب اليوم؟ صعب، اكيد صعب. يعني نكون واقعيين، اليوم الظروف خصوصا هالسنتين، هالسنه اكثر شيء ظروف صعبه. شفتي الاقتصاد على سوريا. صح. حكم البلد بطريقه الله يكون العالم بعونهم. يعني اليوم الظروف صعبه، الغلاء، المعيشه، كل شيء صار صعب. اليوم الام انا برايي فقدت المعيل، كيف هي قادره اليوم بهالصعوبه؟ يعني بقدر اقول شغله صغيره انه اليوم الام مو بس جباره عن جد. يعني
ربنا عم يعطيها قوة. أنا بقول القوة حتى تقدر تستمر بهالحياة، لأنه أنت اليوم خصوصا مثلا إذا ما عندك معيل رح تكوني أنت فرد، رح تلتجي للعمل. صح. اليوم كمان ظروف العمل ما بقت مثل قبل، تغيرت أصعب كتير جوانب. اليوم برأيي، بس أنا برأيي الشخصي، أنه اليوم المرأة صارت هلأ عم تشتغل أكتر، عم تعمل أكتر، فاليوم هي رح تنطلق على الحياة أكتر، رح تشوف أنه الناس كلها عم تشتغل، الناس كلها عم تعيل بيتها. برأيي بالعكس فتح لها دور كبير للمرأة. يعني المرأة قبل كانت أكتر شيء ست بيت، هلا بتشوفي الأمهات كلهم صاروا يشتغلوا حتى تقدر تعيل بيتها ولادها، إنه يدا بيد مثل ما بيقولوا. صح. هي والزوج والأولاد، حتى الأولاد كمان عم يشتغلوا. برغم من كل هذا الشيء، هلا يعني اليوم مو بس عم تكون عاملة وموظفة أو مديرة، اليوم عم تستلم مناصب قيادية. طبعاً. يعني صح أحيانا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ظروف صعبة يمكن، ولكن بهي الظروف طلعت أو خلينا ظهرت أسماء لامعة. طبعاً. على مستويات كتير كبيرة. مزلوب. سواء اجتماعيا أو مهنيا أو سياسيا خلينا نقول، فعم تكون قد المسؤولية وين ما كانت. طبعاً. طبعاً. عم تقدر تنظم وقتها، أهم شيء تنظيم الوقت. طبعاً. خصوصا بهالظروف تنظيم الوقت شيء كتير مهم، لأنه إذا ما نظمتي، إذا ما كانت هي منظمة يعني أهل بيت ما بيكون منظم، ما فيك تكفي، لأنه بدك تنظمي بين خارج البيت وداخل البيت. كتير صعب، لازم ترتبي كل شيء طبعا على حساب الام. يعني نحكي الصراحه اليوم دائما الام هي الاكثر وحده مثل ما بيقولوا بتاكلها يعني، بس انه لازم يكون في تنظيم. اذا نظمت ورتبت كل شيء بتقدر توصل للي بدها اياه بالتنظيم. واكيد نحن عم نشوف اليوم المراه القياديه، عم نشوف المراه المثاليه بكل مجالات الحياه، يعني تتبوأ المناصب مثل ما ذكرنا، يعني عم تكون هي قد المسؤوليه، وبالرغم بيكون عندها ظروف قاسيه لكن هي عم تستمر بهي المسيره. اليوم ما شو بتتمني بهذا اليوم يلي هو عيد الأم؟ هيدا العيد المقدس طبعا لكل أم، لكل زوجة، لكل أخت، وخصوصا اللي فقدوا اليوم غوالي وعزيزين على قلبهم. لكل أم اليوم عم تحاول أنها تكمل مسيرتها، تكون هي المعيلة، تكون هي الداعم الأساسي. شو بتتمني لليوم؟ شو بتحب تقوليها بكلمات يعني هيك تقويها خلينا نقول بداية من القلب؟ بداية بدي أقلها الإيمان، لازم نآمن بوطننا، لازم نآمن بأنه رح يكون أكيد بكرة أحلى، لأنه اليوم طول ما عندك إيمان بأنه أنت رح تعيشي، رح تستمري، رح تنجحي، في كتير صعوبات أكيد، بس خلص حطي هدف قدامك رح توصلي له. أنا بتوجه لكل أم بالمعايدة، بقلها الله يقويكي، وبقلها رغم الظروف الصعبة كل عام وأنت مرقت معك حالات صعبة وحاولتي أكيد عم نشوف حوالينا كتير عالم صعبة كتير، بس حاولوا طلعوا منها لأنه حطوا عندهم إيمان وعندهم هدف رح يوصلوا له، لأنه بلا هدف بلا أمل كيف بدك توصل. بقول لهم كل عام وأنتوا بخير لكل أم موجودة ببلدنا الحبيب. أكيد أكيد المعايدة الأكبر لسوريا الكبيرة يلي هي الأم الكبيرة اللي عم تحتضن هالناس كلها. بعيد معايدة خاصة كتير لأمهات الشهداء، يعني يلي لولاهم أنا بقول ما كان في عياد هلا. طبعاً. هن اللي ضحوا وعطوا أغلى شيء ما عندهم كرمال نحن نكون موجودين ونكمل مسيرة، نكمل مسيرة هالحياة. كل عيد الأمهات اللي فقدوا أزواجهم، لأنه اليوم الظروف صارت أصعب عليها. كل عيد أم وولادها خارج البلد. صح. اللي تشردوا، يلي سافروا، يلي عم تعيد لوحده، اليوم في كتير أمهات عم يعيدوا لوحدهم لا زوج لا أولاد. صح. بقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله بتضلوا دايما دايما. أنا بقول الأم السورية تضل منورة. صح. وهي قدوة، هي قدوة على فكرة لكل الأمهات بالعالم. صح. أكيد. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. كل عام وانت بألف خير عن جد من القلب خير. يا رب تبقي دائما بخير يا رب. أنا بحب أقول كل عام وانتم بخير. ومبارحة كنا بمناسبة عيد الأم عاملين حفلة لعيد الأمهات، كانت حفلة حلوة كتير. حلو. وشفت كل العالم محتفلين، عطوا فرح، عطينا فرح شوي بسيط. صحيح. للناس. صحيح. صارت الأمهات كلها تفرح ونسيوا شوي همومهم تماما. أكيد. مساحة فرح وهي أبدا فرح. الله يسلمك. إن شاء الله بنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. ولكل السيدات اللي كانوا معك، وأكيد لفريقك، ولكل الأمهات اليوم إن شاء الله يا رب نعاد عليهم بالخير. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا.